شكرا للزميل مشعل عبد الله، شكرا للزميل ايضا حماد العبيدي على ما دار من نهائي او في الدور ثمن النهائي ومباراه في الدور ربع النهائي. كره بمحاوله ملعوبه لكن ايضا تغطيه دفاعيه وابعاد في التوقيت المناسب للكره، والمحاوله لا زالت مستمره في ارضيه الميدان. صافره بعد ذلك من محمد الشمري حكم مواجهات اليوم الذي يدير هذا اللقاء ويعاون كل من فيصل عيد الشمري كحكم مساعد اول وحمد العجي كحكم، لكن ابعدت الكره، ابعدت الكره والمحاوله عادت في الجانب المقابل مرتده الان تصل عن طريق اللاعب ساردار رشيدوف اماميه الى اللاعب اللي هو جوناثان كوجيا على حساب نادي السيليه عن طريق اللاعب اكبوتو، ومن ثم بعد ذلك سيباستيان سوريا، بينما هدف السيليه كان عن طريق اللاعب محمد مدثر. النقطه الرابعه اذا لنادي قطر الذي حقق الانتصار قبل بدايه هذه المواجهه وقبل انطلاقه هذا اللقاء، وعلى حساب نادي السيليه بهدفين ليفربول الى الفريق الاول، وتحول بعد ذلك الى انديه برينتفورد وبرايتون في كره القدم الانجليزيه. الان مع نادي ام صلال محاوله الى سردار رشيدوف، ابعدت الكره من امام رشيدوف في الثاني بعد ما اصطدمت الكره في المدافع وتحولت الى داخل الشباك. ثاني الاهداف في المواجهه ايضا لمصلحه الوكره في انتظار رده الفعل في الجانب المقابل بالنسبه لنادي ام صلال، ولا محاوله على مرمى سعود الخاطر في الدقائق العشرين الأولى من بداية اللقاء. أم صلال لم يصل إلى المرمى، لم يهدد مرمى سعود، لم يقترب كثيرا، لم يكن خطيرا، وبالتالي يبحث عن تقليص الفارق تكشيرة ولا ساردار رشيدوف من هذه المسافة سعود وهو صقر يطير في مواجهة الصقور يبعد الكرة والمحاولة الماضية وإلى خارج أرضية الميدان ليواصل التألق والإبداع في الجولات الثلاث الأولى ويبعث رسائل أخرى مفادها أليكس عن تقليص الفارق، ثم بعد ذلك يبحث عن التعادل في مواجهة نادي الوكرة المتقدم بهدفين مقابل لا شيء. كرة تصل إلى ساردار رشيدوف، محاولة في منتصف ملعب. 20 سنة منذ أن تصدر لاعبا لنادي الوكرة هدافين بطولة الدوري، وكان ذلك سنة كم؟ سؤال لمشاق نادي الوكرة. لكن نقطة التفاؤل اللي أبي أقول لكم عنها بأنه تاريخيا ثلاث لاعبين من الوكرة ثلاثية لمصلحة الوكرة. كرة بمحاولة ملعوبة لكن أيضا طالت تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى أن تكون حاضرة بركلة مرمى. لا زالت المحاولة ملعوبة أمامية الآن، لكن أيضا تغطية وإبعاد في التوقيت المناسب، تعود الكرة لمصلحة نادي أم صلال. الآن أم صلال يبحث عن هدف على الأقل يقلص من خلاله الفارق. بن يطو الموجود داخل منطقة الجزاء، كرة تصل إلى الجهة اليسرى عرضية داخل المنطقة، محاولة مرت من أمام الجميع وأبعدت في التوقيت المناسب، لا زالت مستمرة وقائمة المحاولة بصافرة موجودة وخطأ يأتي لمراد ناجي بعيد نوعا ما، لكن هذا لا يمنع بأن فكرة التسديد المباشر ستكون حاضرة في اللقطة والمحاولة. هذا ساردار رشيدوف، هو من ارتكب البرازيلي ماغنو ألفيش لاعب نادي أم صلال، توج بلقب الهداف يومها كانت أكبر نتيجة ظهرت في لقاءات الفريقين. الآن الوكرة يتقدم برباعية نظيفة ولا زال يمتلك نصف ساعة أخرى إذا ما أراد أن يرى
يرد الصا. عموما راح نتحدث بشكل تفصيلي، لكن فرصة لتقليص الفارق. خالد أو هذا جواب تكشيرة يلعب الكرة والمحاولة تصدي في التوقيت المناسب، إبعاد للكرة بعد ذلك ساردار رشيدوف، لكن في أحضان حارس المرمى سعود الخاطر. سعود سيطر على كورته بالشكل المطلوب. هذه الكرة والمحاولة، بطولة الدوري ستلعب في 7 جولات. محاولة تعود لمصلحة أم صلال. عمر علي ممتع الوكرة، ممتع يعني الانتصارات تأتي بأداء، ومن المعادلات الصعبة في عالم كرة القدم أن تحقق الانتصار ويرتبط هذا الانتصار بالأداء، يكون مقرون بأداء ممتع، الأداء الممتع. كرة لمصلحة الرشيدي، اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية الميدان، رمية